وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. باختصار هذه الآية هي الآية التي خلق الله عز وجل، بيّن الله سبحانه وتعالى أنه خلق الإنس والجن من أجل العبادة، وهذا الموضوع تقوم عليه هذه الحلقة، لأنه أنا جاي واحد بكورك بجاي قال النازل لست ما عندهم موضوع غير الموضوع ده، قال دارين يوم ساي واحد نسمع عنده ناس بيتكلموا في الصلاة ولا يتكلموا لنا في الوضو والطهارة وغيره. يا أخوانا زول ما فاهم الدين ببساطة، الزول اللي بيقول كلام زي ده معناه ما فاهم ربنا سبحانه وتعالى خلق ولا شنو، عرفت؟ والله أو زول في قلبه مرض، لأنه يا أخوانا الإنسان مهما ذكر بالتوحيد ومهما دعي إلى التوحيد فإنه يحتاج إلى ذلك، لأن الأنبياء أعظم من وحد الله سبحانه وتعالى وأجل من حققوا عبادة الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يأمرهم بالتوحيد ويذكرهم بالتوحيد. يا أخي ربنا عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أعظم الموحدين وإمام الموحدين النبي عليه الصلاة والسلام، وحاشا أن يشرك النبي صلى الله عليه وسلم بالله طرفة عين، ده النبي عليه السلام. ربنا عز وجل يقول له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، ده الرسول صلى الله عليه وسلم. تقول لي نحن ما عندكم غير الموضوع ده؟ أحي ما في غير الموضوع ده، والله توحيد 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 لما القيامة تقوم، لأنه دين الرسل، وربنا سبحانه وتعالى ما أرسل الرسل وما أنزل الكتب إلا لهذا الأمر. ربنا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وربنا يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وربنا عز وجل يعني ذكر إبراهيم عليه السلام ومحاججته للمشركين، ومنهم أبو إبراهيم ذاته تبرأ منه وتبرأ من قومه في أمر التوحيد. وإبراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، بعد سيدنا إبراهيم، بعد ربنا عز وجل يقول لسيدنا إبراهيم عليه السلام يقول شنو؟ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. شوف الكلام ده إبراهيم عليه السلام، وربنا زكاه في القرآن تزكية من الله عز وجل، فهمت الكلام؟ ربنا قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ربنا يقول له بعد ذلك ألا تشرك بي شيئا، يحذر من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وربنا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام في أواخر سورة يونس ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، أي من المشركين. إذا كانوا جاي الأنبياء ربنا عز وجل يحذرهم من الشرك، تقول لي نحن ما بنساوي شيء ولا ذرة مما عبد به الأنبياء والرسل ربنا تبارك وتعالى، فهمت الكلام ده؟ عشان كده تقوم هذه الحلقات وغيرها من منابر التوحيد والسنة على دعوة الخلق إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأن لا يشركوا به شيئا في الدعاء والاستعانة والاستغاثة والتوكل، كلها لله سبحانه وتعالى. ما تنادي غير الله عز وجل، ما تنده الميتين الليل بيعملوا الصوفية، فهمت؟ بل الندي الآن لو وحدوا كلهم تماما، كلهم خلوا توحيد، برضو دعاة التوحيد ما يسكتوا عن التوحيد، لأن الصحابة أعظم من وحدوا الله عز وجل بعد الأنبياء. النبي عليه السلام في سكرات الموت قبل موته بخمس يقول ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ليه؟ يحذرهم من انه يقعوا في الشرك، عرفتها؟ عشان كده انت محتاج انه يذكروك بالتوحيد ويذكروك بالسنه، ده افضل ما تلقى الله عز وجل به بعد يوم القيامه. والله النبي عليه السلام يقول كما في صحيح مسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، مت في البخاري حديث ابن مسعود، انت اذا مت بتدعو غير الله عز وجل ما عندك جنه، ولو صليت ولو صمت ولو حجيت 70 حجة، فهمت؟ وبتقوم الليل وبتدير والديك، عندك أعمال صالحات كثيرة جدا، لكن عندك عقيدة في غير الله عز وجل، في الميتين والأضرحة والقبب والبنيات، عين فوق نادي بزوق، عين وراء نادي بشرع،
عن يمين نادي الصالحين، عن قدام نادي الهمام، وربنا وين؟ يقول لك في الليل الهادي كما قال البرعي الهالك عليه من الله ما يستحق، في الليل الهادي بنادي سيادي جملة وفرادي، فهمت؟ في الليل الهادي ربنا عز وجل بعظمته وجلاله يتنزل إلى السماء الدنيا ربنا سبحانه وتعالى، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ ربنا عز وجل يتنزل إلى السماء الدنيا، إنت لو قمت بالليل أرفع يديك لربنا سبحانه وتعالى، بعد يقول لك في الليل الهادي بنادي سيادي جملة وفرادي، قم في التلت ناديهم، قم وصيح لهم وارمي الحمالة عليهم، ده اللي بيعملوا الصوفية الليلة، ينادوا في الميتين ويتركوا ربنا سبحانه وتعالى، يا أخي ما عندهم حاجة، هؤلاء فقراء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ما عندهم شيء مع الله عز وجل، فهمت؟ ربنا يقول: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، تحدي لو بيسمعك ذاته ما بيستجيب لك لحد يوم القيامة، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. شوف ذا المسكين داسي، ذا المسكين يا أخي، ذا إما بدينا الحلقة دي وقبلها بنادي في بوكاشي وفي ست مريم وست نفيسة لحد داسي معه ولو حاجة، لحد داسي لا في راسه طاشي، يا ذا ما تتقي الله عز وجل، لا ارفع يديك لي الله نادي الله براو، يا اخي ده لو مات على عقيده زي دي والله ده مصيبته كبيره، والله الذي لا اله مصيبته كبيره جدا، لانه ربنا قال: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، والله تنادي غير الله سبحانه وتعالى او تلبس الحجاب وتتوكل على غير الله وتستعين بالميتين، انت ما عندك اي حاجه مع ان الله سبحانه وتعالى بعد يوم القيامه، والله لا تنفعك ولا ينفعك أي عمل صالح من الأعمال التي قدمتها في هذه الدنيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ربنا يقول له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ده ببساطة سبب دعوتنا للتوحيد والتركيز على هذا الأمر، فهمت؟ لزول الجبيل قال: ما عندكم غير الموضوع ده، ما عندي غير الموضوع ده، لأن الموضوع ده بيدخلك الله به والجنة، ولأن الموضوع ده لو ما أتيت به الله سبحانه وتعالى بعقيدة صافية سليمة لا ينفعك شيئا غيره أبدا، فهمت كلامنا؟ ولأن ذا الموضوع الجواز ده جواز المرور للجنة بعدين، وده الحاجز بعدين بينك وبين عباد القبور والأضرحة بعدين، ده بيندموا يوم القيامة، والله ندم شديد، لأن ربنا ذكر لنا حاله في القرآن، ربنا قال: استبرى الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ده هم الكبارات السادة أنا عبد لهم نادى، ده بعدين بيتبروا، اتبرى الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. شوف ربنا قال شنو، ربنا قال: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، شفت كلامنا؟ ندم شديد وحسرات يوم القيامة، حيث لا ينفع الندم ولا تنفع الحسرة، ربنا يقول: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ربنا قال: قال ادخلوا في أمم من قبلكم، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها، ده بعدين يوم القيامة، فهمت كلامنا؟ كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا، أي حتى إذا اجتمعوا فيها في النار، قالت أخراهم لأولاهم، الجماعة جو خاشين لكبراء والسادات قدامهم، قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء الذين أضلونا، عشان كده إحنا بنحذرك من هنا، بنقول لك ده بيضلوك وده بيضيعوك وده بيسلبوا دينك وبيسلبوا عقيدتك، فهمت؟ قال الذين قالت أولاهم لأخراهم: ربنا هؤلاء الذين أضلونا. أنت بتقول الكلام ده، إحنا قلنا لك أسي عشان ما تقولوا بعدين، قلنا لك أسي عشان تذكر النازل، فآتهم عذابا ضعفا من النار، بيقول لي ربنا سبحانه وتعالى النازل ضعيف لهم العذاب، ربنا قال: قال لكل ضعف، لكل ضعف، أنت توروا ربنا سبحانه وتعالى، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل، ها؟ نحن زمان الناس اللي بنحمل
عنكم والناس اللي بنديكم وكنا قال بنقول لكم نادونا في الشدائد وكنا بنعمل لكم ونسوي لكم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تقسمون. فهمت كلامنا؟ عشان كده بنحذرك من عشان ما تجي بعدين تختصم يوم القيامه مع الذين عبدتهم مع الله عز وجل. ربنا ما دارك تعبد مع غيره ابدا ابدا. ربنا دارك توحد براو، اي تصرف هذه العباده لله وحده جل في علاه. العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه، كلها تصرف لربنا سبحانه وتعالى. الصلاه، الصيام، النذر، الذبح، الدعاء، الدعانة، الاستغاثه، الخوف، الرجاء، كلها لربنا سبحانه وتعالى. ما في ذول عنده حاجه مع ربنا عز وجل في العبادة ابدا. يا اخي المشركين الاوائل فهمت ما وقعوا في الشرك الجوبيه والصوفيه الليله عباد القبور والاضرحه، ما وقعوا في والله الذي لا اله غيره ابا جهل وابو لهب وغيرهم من صناديق الكفر، ما وقعوا في الشرك الجوبيه والجماعه الليله اللي بيقول اولياء بيعلموا الغيب. الا يا رجال الغيب، زي ما قال البرعي، الا يا رجال الغيب انتم حصوننا فما زال مسبولا على الناس ستركم. ده البرعي بنادي في رجال الغيب، ده فيه شرك في الربوبيه وشرك في الالوهيه. قال قماك نزاور للاولياء الاقطاب ليهم نشاور، منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن ظاهر. ربنا يقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، الا الله، ما في اولياء بيعلموا الغيب، ولا النبي عليه الصلاه والسلام ولا الانبياء من قبله ما يعلمون الغيب. ربنا يقول قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. ده النبي عليه الصلاه والسلام. فهمت الكلام ده؟ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك. ولا النبي عليه الصلاه والسلام ذات اسئله وجلل عباد القبور من الصوفيه وغيرهم، قال لهم انا ما اعلم الغيب. قل له والله يا رسول الله ده تواضع منك سائل، اكيد بتعلم الغيب. هو قال له قول كده ربنا عز وجل قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب. سوره الانعام الايه 50. ما بتقرا قران صوفيه اللي يقول لك ختمنا وعندنا ختمه وجيبوا الزلاوبيه فهمت ويضربوا الفته، فته متوم حمدنا النوم، فته مشطه حمدنا، فته مشطه حمدنا النطه، وما فهم من القران ولا بيعرف القران ولا بيدبر القران. القران ده كله توحيد، كله توحيد من الفاتحه للناس كله توحيد. لكن لمنو؟ للزول اللي بيفهم والزول اللي بيعقل. ربنا قال افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القران ده فيه هدى وفيه نور وفيه شفاء للصدور وللقلوب فهمت. لكن الزول المرضان اللي في قلبه مرض لما يسمع الكلام في التوحيد ويسمع ايات التوحيد يشمئز زي ما ربنا ورانا، قلبه يشمئز زي الناس اللي بيكركوا بجنب ديل فهمت. ربنا قال واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دوني. اسر الحلقه دي لو فيها حوليه ولا في بيجاي زلابيا وشايلهم بيجاي والناس تيجي تقرا الاوراد، الناس تيجي تنطب فهمت، يخشوا جوا ويعرضوا وينططوا لان ربنا قال كشف حالهم، ربنا كشف حالهم. واذا ذكر الذين من دوني اذا هم يستبشرون. لكن لما تقول له نادوا الله براو وخلوا الصالحين وخلوا الميتين وخلوا الفكية واصحاب القبب والاضرحه يكورك ويزعل ويجي يضاربك عديل، والله الذي دي مصيبه كبيره يا اخوان. عشان كده يا اخوان الزول اللي بيكره الكلام في التوحيد يراجع قلبه، والله يراجع قلبه. الانسان مهما ذكر بالتوحيد ومهما دعي الى هذه الدعوه المباركه يفرح، يفرح قلبه وينشرح صدره، لانه دي دعوه الانبياء ودعوه الرسل التي لاقوا ما لاقوا فيها من اقوامهم ومن التعذيب ومن التشريد، وبعدهم جاء الصحابه والتابعين لهم الى قيام الساعه. هكذا دعاة الحق ودعاة التوحيد لا يفترون ابدا ولا يملون من الدعوه الى هذا التوحيد وهذه الدعوه المباركه التي هي دعوه الرسل وسبيل رب العالمين اللي بتوديك بعدين لجنه ربنا سبحانه وتعالى وطريق الله المستقيم. ربنا قال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ربنا يقول قل هذه سبيلي ادعو الى الله، فمن دعا الى الله، من دعا الى التوحيد فقد دعا الى الله، ومن دعا الى غير التوحيد فقد دعا الى نفسه. وده الفرق بين دعاة الحق واهل السنه والجماعه من غيرهم من اصحاب الحزبيات والجماعات المنحرفه اللي بتدعوك لجماعتها ما بتدعوك للتوحيد. والله يا سو ما بتذكرك الجماعات اللي لافه الليله في الساحه السودانيه وغيرها من دول الاسلام ما بتدعوك لهذه الدعوه،
ولا بركزوا على هذه الدعوة. فهمت الكلام ده؟ الإخوان المسلمين وغيرهم من الخوارج والشيعة وجماعات أنصار السنة بأجنحتها المختلفة ما بركزوا على هذا الأمر. لما شفت المناظرة قبل يومين دي بين واحد من كبارات وزعماء أنصار السنة في المولد، يا أخي المصيبة الكبيرة ما المولد، المشكلة الكبيرة ما المولد، المصيبة في إنك بتنادي الله براو ولا بتنادي مع الله سبحانه وتعالى. فهمت؟ دي القضية يا شيخنا، وده الموضوع كله. والمولد نعم بدعة وهو من كبائر الذنوب، بل من أكبر من الكبائر، لكن دي ما القضية الأساسية اللي انت بتركز عليها. وفي النهاية مناظرة يضحك فيها مع الصوفي طلعت فاشلة مثله، لأنه ذو الفاشل. القضية مع الصوفية في أي حتة لقيته، في ركشة، في تلفزيون، في المواصلات، في المكتب، تدرج في التوحيد. قال لك المولد بدعة، قل لي المولد بدعة، لكن انت نادي الله براه وتفك البرعي. فهمت الكلام ده؟ تتكلم في التوحيد في أي مكان، مش تعالنا ناظركم في المولد أيوة تمام موضوعنا يا شيخنا. وده الفك القضية من زمان، لأنه كرموا الصوفية في دارهم ويمشوا مع الصوفية، ياكلوا معاهم ويتغدوا معاهم ويدعشوا معاهم، باعوا القضية من زمان وإلى الله المشتكى. لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم. طيب كورك تنطط، ما عندكم غير الموضوع ده تشاكل، لكن احنا ما عم نسكت عن هذا الامر الى ان يرث الله الارض ومن عليها. وهذه دعوه الله عز وجل، نسال الله سبحانه وتعالى يثبتنا عليها حتى نلقاه، انه ولي ذلك والقادر عليه. قدموا الحديث.